وما حضورنا هنا إلا أولا كإطار مشتغل مع فئة الأطفال المشكوفين وضعاف البصر، وكفاعل جمعوي غير باش نكونوا نقدروا نديروا الإسهام في تمكين هذه الفئة من حقها في التعليم جنبا إلى جنب مع أقرانهم، وتقويم ما يمكن تقويمه. إن سمحتم في البداية عندي بعض الملاحظات، ما تفوتنيش فرصة باش نشكر الأستاذ يحيى عمراني على المداخلة ديالو والعرض ديالو القيم الشافي والكافي، ولكن عندي بعض الملاحظات. والأستاذ تكلم على دمج المكفوفين وضعاف البصر ديال المعهد المنظمة الألوية مع الأقران ديالهم جا خير بن خلدون المسيرة. غير بعض الملاحظات، كما قلت أثناء التحضير لتنزيل هذا المشروع وعقد اللقاء، ماشي كان ماشي جيت انا باش غادي يكون عندي انتقادات، بل النقد. النقد كاين فرق كبير، النقد بناء من مساعده المؤسسه التعليميه على المواكبه التربويه لهذه الفئه، وذلك لتمكيننا كمشتغلين في الميدان التواصل مع الاطر التربويه المشتغله مع هذه الفئه. وانا ديما كنهضر هنا على الاطفال، خاصه الاطفال في الكوفين وضعاف البصر، لتغيير بعض التصورات المسبقه والنمطيه ووضع منهجية عمل مشتركة للتعاون. إن هناك بزاف الأساتذة عندهم عدم استيعاب فكرة المشروع أصلا، وهذا راه قدمها من خلال الاشتغال ديالنا في الميدان، وعدم توفر المقررات. هما الله يحسن عوانهم، يعني كيقولوا لك أودي حتى عدم مقررات، توفر المقررات بطريقة برايل واكتفاء التلاميذ ديالنا بالسمع. لأننا إذا كنا نريد فعلا من خلال تنزيل هذا المشروع ومحاربة التمييز، وهذا شيء سعينا ونسعى له، يجب تطبيق ما ورد في أبوابه ومواده من خلال توفير الوسائل التعليمية المناسبة لهذه الفئة. ما غيمكنليش أنا باش نناقش هذه الوسائل هذه والمناهج الدراسية بطريقة برايل. وكنا نرون من خلال التواصل مع الأطر اقتراح بدائل وتذليل العقبات والصعاب كطبع بعض النصوص الضرورية مثلا في اللغة العربية والفرنسية، وتذليل والواجبات المنزلية والاختبارات بطريقة برايل. وهنا ما تفوتنيش فرصة باش نشكر الناس ديال مصلحة التربية الدامجة في الأكاديمية، لأن هنا ما يمكنش نذكر الحاجة المزيانة، يعني قصدوا أنهم يقلبوا في هذه المسائل هذه ويسولوا على الوسائل التعليمية، وهذا شيء جميل كنتمناوه ونتمنى ان شاء الله نوصلوا ليه، لان الهدف ديالنا جميع اللي كنسعوا ليه هو ان هاد التلاميذ ديالنا ما يكونوش غير باش نطبقوا المشروع انهم غيمشيو للاقسام ديالهم ويجلسوا ويستمعوا، رغم ان الارتسامات ديال الاطفال هي ارتسامات جيده جدا وحصلوا على نقاط مزيانه، ولكن بحضور بتواجد المقرر والتتبع تتبع الدروس ديالهم والكتابه ديالهم مع الاقران ديالهم، بغينا التعلم ديال الكفايات واكتساب التعلمات تكون افضل. وشكرا لك. شكرا اسماعيل.